التأهل للأهلي لنصف نهائي هنا دوري الأبطال، زي ما كنا بنقول مباراة مهمة جدا ومباراة كانت رائعة. الأهلي تعادل فيها 1-1 في مباراة الإياب زي ما احنا عارفين بالهدف اللي سجله ياسر إبراهيم، حاجة كانت محترمة جدا. وكان الأهلي زي ما قلنا ان هو سبق ليه طبعا زي ما شفنا الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-0 عشان يتأهل هنا بمجموع بقى مواجهتي الذهاب والعودة، نتيجة يبقى 3-1، وبكده نقدر نقول ان الأهلي هيواجه فريق الترجي بطل تونس، المقرر ان هي تقام كمان مباراة الذهاب احد تقريبا يبقى يوم 18-19 يونيو المقبل في تونس، على ان تقام برضو مباراة العودة بالقاهرة هتبقى يوم 25-26 من يونيو. فكل التوفيق بإذن الله.